في حالة استثنائية من التحدي والإصرار، قررت امرأة قوية مواجهة العقبات وتحقيق إنجاز فريد، وانخرطت هذه المرأة في رحلة تعلم قيادة الحافلة وتبذل جهودا جبارا لتحقيق حلم يعد فريدا من نوعه. وقد عبرت هذه المرأة على أن هذه الرخصة لقيادة الحافلة بالنسبة لها تنقل سياحي فعال، حيث تلعب دورا رياديا في تعزيز القطاع السياحي في المستقبل القريب. إنجازها يعكس القوة النسائية والإصرار اللافت، مما يبرز أهمية توسيع آفاق المرأة في مختلف الميادين حتى في القيادة السياحية. زهرة أبو مزراق ناشطة جمعوية ومرشدة سياحية على مستوى الوطني وكذا على مستوى الجهات الجنوبية الثلاث. اليوم كنت واجد بقلب يعني تعليم السياقة داخل مؤسسة مجموعة مدارس بالدوح لتعليم السياقة. هذا المؤسسة اليوم اللي كالتحق لها باش أنني نخوض واحد الغمار اللي من خلاله كنشجع جميع النساء أنهم يخوضوا غمار التحاق باش أنهم يتعلموا صنف آخر من غير صنف صغير. يعني هناك أصناف أخرى، يعني عندنا الحافلات شاحنات إلى غير ذلك من الأصناف الأخرى لتعليم السياقة. إذن بتواجدي داخل هذه الحافلة كنقطع واحد العلاقة قديمة مع السيارة، كالتحق بالحافلة لأن الحافلة عندها واحد الآفاق كبيرة خصوصا في المجال السياحي، لأننا إن شاء الله مقبلين داخل الوطن ديالنا على مشاريع مهمة في المجال السياحي وكيخصنا سائقات في هذا المجال. كذلك يعني الحمد لله انفتاح نون النسوة على مجموعة من يعني المجالات من بينهم سياقة الحافلات. لذلك من هذا المنبر ومن هذا المكان أشجع كافة النساء صحراويات بالالتحاق بهكذا مدارس لتعلم أصناف أخرى من غير صنف صغير لتعلم السياقة، وفقكن الله لما فيه خير. بالنسبة يعني لأول مرة أني يعني كالتاحق بالحافلة، يعني لأول مرة أنا أقف أمام مقود الحافلة، كان واحد الارتباك شوي، ولكن الحمد لله الكوتش ديالي أستاذ يوسف اللي حقيقة شجعني باش أنني نزيد نتحفز أكثر ونقود هذه الحافلة بهكذا حجم كبير. كذلك لا يسعني لأن أشكر رئيس مؤسسة ديالنا اللي حقيقة زاد شجعنا أكثر وإعطانا أفاق كبيرة في هذا المجال، هذا الأستاذ بدوح نور الدين، وكذلك الكوتش الآخر اللي كيعلمنا يعني شارات ديال تعلم السياقة. إذن لالتحاق كنا جميعا بهكذا مؤسسة تكون على يقين أن كنا ستجتزنا امتحانات هكذا صنف فترة وجيزة وبمجهودات أقل. فريد بدوح ممثل عن مجموعة مدارس تعليم السياقة وقانون السير. اليوم كنتواجدوا بحلبة التكوين وتعليم السياقة من أصناف كبيرة، من صنف الحافلة ومن صنف الشاحنة ومن الأصناف اللي كتسمى بالدي والأوسي والأوبي والسي. اليوم كنشرفوا على التكوين وتأطير واحد المرشحة اللي هي كحالة استثنائية مرشحة اللي هي من صنف النساء. الحمد لله ارتأت أن تدير تجي للمؤسسة وتقدم الترشيح ديالها للبيرمي من صنف الدي، واليوم كيف ما كتعينوا الحمد لله أن النساء دابا راه بحالهم بحال الرجال في عدة مجالات، اللي منهم مجال السياقة دابا، لأنه فرص الشغل الحمد لله عدة شركات ولاو كيعتمدوا على العنصر النسوي. دابا ولا كاين واحد التكافؤ بين النساء والرجال في عدة مجالات اللي منهم فرص الشغل. لذلك الحمد لله لاحظنا ان الحمد لله ما لقيناش مشكل معها، لا من حيث ما هو براتيكي ما لحيث من حيث ما هو تقني. الحمد لله كان واحد التواصل، وكان الحمد لله واحد
واحد الانسجام في 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 تلقي المعلومات من اجل اجتياز انتحار رفصة السياقة. قصة هذه المرأة تتحدث عن تحدي شخصي تحول الى رمز للتغيير والتميز. سيتمهد الطريق لمزيد من النساء ليس فقط لتعلم القيادة الهافلة، بل لتحطيم الحواجز في مجتمع يفرض تصورات قديمة على دور المرأة في المجتمع.